لسه مع اخبار الانديه في البطولات الافريقيه، طبعا الانديه المصريه، بنتكلم عن بيراميدز اللي هيلاعب نظيره الرجاء المغربي بالجوله الرابعه من دور المجموعات بكاس الكونفدراليه الافريقيه. فريق السماوي بيبحث عن رد الاعتبار بعد خسارته في الجوله الماضيه امام بطل المغرب في كازابلانكا بهدفين دون الرد. اما الرجاء فبيتربع على قمه المجموعه الرابعه برصيد 9 نقاط. بيأتي بيراميدز في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، ناكانا زامبي برصيد 3 نقاط في المركز الثالث، أما نامونغو التنزاني في المؤخرة بدون أي نقاط.